وفي لقاء آخر أكد باسل عادل رئيس كتلة الحوار بالحوار الوطني، أكد أن المجلس الأعلى للتعليم والتدريب من أهم المجالس التي تحتاجها الدولة. وأوضح عادل أن تطوير منظومة التعليم أحد أهم دوائر الأمن القومي وأحد أهم ركائز الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي بوجه عام. المجلس الأعلى للتعليم ده محل من رئاسة الجمهورية للحوار الوطني، والحقيقة ده بيبين التفاعل ما بين الدولة في أعلى سلطة ليها رئيس الجمهورية وما بين الحوار الوطني، وبيبين الاهتمام. فإحنا عايز أرد الفضل لأهله وأشكر رئاسة الجمهورية، لأن المجلس ده من أهم المجالس اللي البلد عايزاها، وده بالحقيقة وبصفتي معارض بقول إنه كمان بيتحرك من مربع الاهتمام إلى مربع الاهتمام بالبشر. أنت عارف بيتقال إنه مشاريع التنمية وكذا والحجر والبشر، لا النهاردة إحنا بنتكلم في البشر. مجلس الأعلى للتعليم قضية كبيرة.